السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو اللي هو غيكون عبارة عن فيديو فيه ثلاث دروس اللي هما غيكونوا آخر ما كاين في البريمو سوكورسو. شلنا الحمد لله ثلاثة ديال لي فيديو في السابق، وكنا كل فيديو كيتضمن جوج دروس. اليوم غادي نكملوهم، بقاو ثلاثة كيف قلت لكم، غادي ندوزو نشوفوهم مع بعضياتنا، وبهذا الشكل غنكونو تعرفنا على الحالات كاملة اللي ممكن لينا اننا نتصادفو معاهم في الطريق ويكونوا عاملين حادثة ديال السير، وكيفاش حنا خصنا نتصرفو معاهم. نتوكلوا على الله ونبداو مع اول درس. فراتورا ليارتي كسور في الاطراف. افولتي كتكون واحد الحادثه ديال السير كيكون عندنا فيها واحد المصاب اللي هو عنده كسور في الاطراف ديالو. هنا من خلال الدرس غادي نشوفوا كيفاش حنا خصنا نتعاملوا معاه. لا فراتورا اي لا روتورا دي نوسو، الكسور ديال او التمزق ديال واحد العظم. هنا سي سوفوريه شي دال لابيلي لا فراتورا ايديتا اسبوستا. الا كان عندنا هاد الهرس ولكن العظم كيكون خارج من اللحم، هنا هاد النوع ديال الهرس كيتقال لي اولا كيتطلق عليه الاسم ديال اسبوستا، يعني الكسر المكشوف، لانه كيكون عندنا عظم خارج من اللحم. باش حنا غادي اولا ما نقدروش نقولوا باش، لان العظم ديجا كيكون خارج، حنا كنكونوا عارفين ان عنده كسر مكشوف. افولتا كيكون لابس شي حاجه اللي هي واخا كيتهرس العظم كيخرج ما كتبانش لينا من فوق الملابس ديالو. الا ما كانش كتبان لينا فوق الملابس كتبان لينا من خلال لي سيني اللي هما فيه، السيني اللي كيبانوا عليه هما الاشارات اللي هما كتكون عند اي انسان عنده هذه الحاله. الور السيني برينسيبال دو نافراتورا، الاشارات اللي هما كيدلوا على ان عندنا واحد الكسر ولا هذاك الانسان راه مصاب بكسور، سونو ايل دولور فيولنتيسيمو، كيكون عنده الم فظيع ولا الم قوي. انكي المينيموم موفيمينتو دي لارتو، ولو غير بمجرد حركه بسيطة بالنسبة لهذاك الطرف اللي هو مصاب عنده. أيضا الكونفيوري الانتفاخ لهذاك الطرف المصاب. لا ديفورماسيون دي لا بارتي ليزا، وكيكون عندنا تشوه في المكان اللي هو مصاب فيه، لأن قلنا عندنا عظم خارج من اللحم. هنا في هذه الحالة كيفاش خصنا نتعاملوا مع هذا النوع؟ سي دي في immobilizzare la frattura nella posizione in cui si trova، خاصنا نشلو حركه هذاك الهرس بواحد الشكل اللي حنا لقيناه فيه، بمعنى ما نغيروش ليه البوزيسيون ديالو. كيف حنا لقيناه نحاولوا نشدوا ليه هذيك، مثلا الا كان مصاب بالرجل ديالو نحاولوا نثبتوا ليه هذيك الرجل كيف هي دايره، باش نتجنبوا بير ايفيتاري ليزيون دي نيرفي ايفازي، باش نتجنبوا ان هذاك العظم اللي هو خارج من اللحم يتسبب في واحد الاصابات بالنسبه للاعصاب ايفازي الاوعيه، وايضا الاوعيه. مينيميزاري الفيولنتي دولوري، ونحاولوا نديروا محاولات باش اننا نقصوا ليه من الالم اللي هو، لان الا ثبتنا ليه هذاك الهرس كينقص عليه الالم، لان احنا قلنا ولو غير مينيمو موفيمينتو دي لارتو كيتسبب ليه في الصداع اولا في الالم، غير حركه بسيطه. اذا حنا ملي غنبلوكيو ليه هذيك الرجل اولا هذيك اليد اللي هي فيها الكسر، فهنا غادي احنا بدورنا راه غنكونوا قمنا بواحد العمليه، وهو اننا بالاضافه الى اننا نجنبوا انه يتسبوا ليه الاعصاب ديال الرجل وانكي الاوعيه، اننا كنقصوا ليه ايضا من الالم. كي بوسونو بورتاري الو ستاتو دي شوك، لان هذاك الالم اللي هو كيكون بشكل قوي كيقدر يؤدي به الى حاله صدمه، وهنا كنا شفنا حالة الصدمة كيفاش كنتعاملوا فيها، كنا شفنا في فيديو السابق. إلا بانت لينا عنده إشارات أن غادي يقدر يمشي لنا لهذيك الحالة الصدمة أو عنده آلام كتير، سوبيتو دوبو سي نيتشيساري أطواري لي نورمالي ميزوري أنتي شوك، إلا حزمنا له هذيك الرجل وقمنا بتثبيت هذاك الكسر، هنا سوبيتو كنبداو أيضا نقومو بالتدابير اللي هي عادية المضادة للصدمة، بمعنى نبداو نعطيو دوك الاسعافات اللي هي ايضا كتجنبوا انه يمشي يوقع في حاله صدمه. ان كازو دي فراتورا اسبوستا، في حاله الا كان عندنا الكسر المكشوف، لان قلنا العظم كيكون خارج من اللحم. دوفيلوسو فوريشي دي لابيلي، فين كيكون عندنا العظم خارج كي قلنا من اللحم. نون سي ديفيس بينجيري لوسو نيل تنتاتيفو دي فارلو رينتراري، ما هنا ما خصناش نقوم بدفع هذاك العظم اللي هو خارج من اللحم، نيل تنتاتيفو بمعنى
كمحاولة منا مثلا باش اننا نعاودو نرجعو هذاك العظم اللي هو خرج لينا في الاول، ما بريما دي اموبيليزار موبيليزار لارتو، ولكن قبل من نحاولو نشلو حركة هذاك الطرف اللي هو فيه الهرس اوكوري كوبريري لا فيريتا، خصنا نغطيو هذاك المصاب اي لوسو كون ماتريالي ستيريلي اولا هذاك العظم اللي هو خارج بشي غطاء اولا شي توب اللي هو كيكون معقم وكون بانو بوليتو بير ايفيتار انفيسيوني اولا شي بانو مثلا شي حاجه اللي كتكون نقيه باش نتجنبوا ان هذاك الكسر، لان عندنا كسور وعندنا ايضا جروح، فهنا نتجنبوا انه يتعفن عندنا هذاك الجرح باننا نغطيه بشي حاجه اللي هي كتكون نقيه. وهنا حتى الاخر عاد قالنا بان هذه المساله دي اننا نغطيه كتكون قبل من ديك العمليه دي اننا نثبتوا ليه هذاك الطرف اللي هو مهرس باش ما يبقاش يحس بالالم، باش ما توصلش به هذاك الالم انه يولي عنده واحد ستاتو دي شوك. اوكور سيمبل اتندير السوكورسي، ودائما حنا ملي كنقدموا اسعافات حنا كنكونوا كنقوموا بهذه العمليه في انتظار الناس اللي هي مختصه اللي هي كتجي كتادي لي ولا كتعمل معاه المسائل اللي هي خاصها تكون. نون فيرو كي نيسيساريو كيدير الا فيتيم دي موفير لي ارتي، غير صحيح بان الا لقينا شي حاله من هذا النوع حنا نطلبوا منه انه يحرك هذاك العظم باش نتاكدوا بان مثلا عنده هرس. لي ارتي اوفار لو كاميناري بير ريدوري الدولوري، اولا نقولوا ليه بدا تمشى باش ينقص عليك الالام. ان فيتشي هنا لا تمشى وعندو عظم خارج هادي راه غادي تكون حاجه غتتادي اكثر من ان تنفعو. حنا قلنا في البدايه ديال الدرس خاصنا اموبيليزاري لا فراتور، يعني نشلو حركه هذاك الطرف ولا هذاك المكان اللي هو عندنا فيه الهرس باش ما يبقاش يحس بالم، لان قلنا العظم اللي كيكون خارج في اللحم راه كيكون عنده واحد الالم خطير 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 جدا. لي دوماندي سي اون انفورتوناتو ديلا سترادا ريبورتاتو فراتوري اليارتي نون بيزونيا موفيري ليارتي فراتوراتي، الا كان عندنا واحد المصاب وكيعاني من كسور في الاطراف ديالو حنا ما محتاجينش نحركوا ليه هذوك الاطراف اللي هي فيها كسور. هنا الدوماندا فيرو، لان قلنا عندنا كسر وحنا هنا في هذا الدرس كنهضروا على الكسور اللي هي خارج العظم من اللحم، اذا الا مشينا تحركنا هذاك الطرف اللي هو مصاب بهذا الشكل هذا غنقدروا نتسببوا في اصابه بالنسبه للاوعيه وايضا بالنسبه للاعصاب ولا العصب ديال هذاك الطرف، ونقدروا نتسبوا لي ايضا في واحد الدولوري اللي هو كيكون كبير اللي يقدر يؤدي به الحاله ديال الصدمه. هنا الدوماندا فيرو سي اون فورتوناتو دي لا سترادا ريبورتاتو فراتوري اللي ارتي بيزوني بلوكار لي سينزا بروتشيدير اد التري مانوفري، الا لقينا مصاب بهذا النوع اللي هو عنده كسور في الاطراف محتاجين اننا ولا خاصنا نحبسوا ليه وما نعاودوش نديرو شي مانوفرا بالنسبه لذاك الطرف اللي هو مصاب. حنا نحبسو يعني نبلوكيو ليه، اشنو قلنا حنا في الشرح ديال الدرس اننا كنحافظو على هذاك الطرف اللي هو تهرس بالوضع باش حنا كنلقاو، يعني ما كنهزوهش نحطوه في بلاصه واحده اخرى، كيف هو كاين كنحاولو نخليه ليه في هذاك الوضعيه ونبلوكيو بحيث ما يتحركش. وهاد المساله ديال هاد النوع ديال الاسعافات كيكون نقدروا نديروا ليه واحد جوج العود، عود من اليمين عود من اليسار كنحزموه ليه بواحد الشكل اللي هو ما كنتسبوش ليه في الالم، بحيث ان داك الرجل كتبقى اولا هذيك الايد كتبقى واخده وضع واحد ما كتحرك لا هكا لا هكا، هذا هو الوضع باش حنا كنحافظوا ليه على البوزيسيوني ديال هذاك الطرف اللي هو مهرس. هنا الطوماندا ايضا فيرو سي اون فورتوناتو ديلا سترادا ريبورتاتو فراتوري اللي ارتي بيزونيا كوبريري لا ايفنتوالي فيريتا ولا فيريتي كو ماتريالي بوليتو، الا كان عندنا مصاب وعنده جروح وكسور عفوا عنده كسور هنا خصنا نغطيوه ايضا هذاك الجرح اللي هو قلنا خارج منه العظم بواحد الماتيريالي كيكون بوليتو، يعني كيكون معقم وايضا كيكون نقي بطبيعه الحال الا كان كيتواجد حنا كنحاولوا نقلبوا عليه. هنا الدوماند ايضا فيرو سي اون فورتوناتو ديلا سترادا ريبورتاتو فراتوري اللي ارتي بيزوني بلوكار لي لي سوبيتو دوبو سي نيسيساريو اتواري لي نورمالي ميزوري انتي شوك، الا كان عندنا مصاب وعنده كسور في الاطراف هنا خصنا نبلوكيو ليه هذاك الطرف اللي هو عنده
فيه الكسر، وسوبيتو دوبو، ومن بعد مباشره الا كان محتاج هذاك الانسان، ولا بان لينا بدا كيدخل في حاله ديال الصدمه، كنبداو نقوموا بالتدابير اللي هي كتكون مضاده ديال الستاتو دي شوك، الانتي شوك مضاده للصدمه. وحنا كنا كي قلنا من قبل، قلنا شنا الدرس ديال هذا النوع هذا، وكيفاش نقدموا لاسعافات الانسان اللي هو كيدخل في الصدمه. هادو هما لي دوماند دي فيري. غادي نشوف ان شاء الله دابا لي دوماند اللي هما فالسي. سي اون انفورتوناتو ديلا سترادا ريبورتاتو فراتوري اللي ارتي بيزوني تشيركاري دي فارلو كاميناري بير ديمينويري الدولوري. الى عندنا مصاب من هاد النوع اللي يعني عنده كسور في الاطراف، حنا خاصنا نشدو نقومو نطلبو منو اولا نخليو يتمشى، بحال نعاونو انه يوقف ويتمشى، بحجة اننا غادي نقصو عليه الالم. هنا دوماندا ايضا فالسو، لان هادي راه باينه. الا واحد الانسان عنده كسر اذا هو راه ما كيقدرش يحرك هذاك الطرف اللي فيه هذاك الكسر. سي اون فورتوناتو ديلا سترادا ريبورتاتو فراتوري اللي ارتي بيزوني كييدرلي دي موفري بريفالوتاري التيبو دي ليزيوني. الى عندنا واحد الانسان مصاب وعنده كسور، خصنا نطلبوا منه انه يحرك هذاك الطرف اللي مصاب باش نشوفه ونعرفوا هذاك النوع ديال الاصابات اللي عنده. هنا ايضا دوماندا فالسو، لان عندنا كسر، اذا هذاك الطرف اللي هو مكسور سواء اليد او الرجل ما خصوش يتحرك، خصو يبقى بالبوزيسيون اللي هو عنده. نقدروا حنا نديروا ليه اننا نبلوكيو ليه باش نتاكدوا بانه ما غيكون حتى شي حركه بالنسبه لهذاك الطرف، باش ما يتسبب ليه لا في الم ولا بجروح واحده اخرى في انتظار قدوم الاسعافات او الاسعاف. سي اون فورتوناتو ديلا سترادا ريبورتاتو فراتوري ديال الياتي كون فريشيتا دي اون اوسو بيزوني تشيركاري دي ريبوزيسيونارلو ني تيسوتي. الى عندنا واحد المصاب وعنده كسور في الاطراف ديالو، وهذاك العظم كيكون خارج كون فريشيتا دي اون اوسو، يعني خارج عندنا العظم في هذاك الهرس، هنا خاصنا نحاولوا نلقاو طريقه باش ان ريبوزيسيونالو ني تيسوتو، نحاولوا نوضعوا هذاك الطرف مره اخرى فوق واحد التيسوتو، يعني فوق واحد القماش او واحد الطرف ديال التوب، بحجه اننا ما نخليوش محطوط مثلا فوق الارض. هنا غنديروا فالسو، لان ممنوع منع كليا نهرسو، عفوا نحركوا واحد الطرف كيكون عنده الهرس، سيرتو ملي كيكون العظم خارج من اللحم. حنا كنقدروا نغطيو باش نمنعوا اي تعفن او لا ان يوقع له شيء، ياخذ شي ميكروب، لان عندنا جرح وعندنا ايضا هرس. سي اون فورتوناتو ديلا سترادا ريبورتاتو فراتوري اللي ارتي بيزونيا دارلي دابيري اون بيفاندا سوبر الكوليكا. الى عندنا واحد المصاب من هذا النوع، يعني عنده واحد الكسور في الاطراف ديالو، خاصنا نعطيه ويشرب شي مشروبات تكون كحوليه. هنا سوبر الكوليكا يعني فيها واحد النسبه ديال الكحول عاليه. هنا الدوماندا فالسو، ما كنقدروش نعطيو شي حاجه من هذا النوع هذا، فقط كنبلوكيو ليه داك الطرف اللي عنده فيه الهرس، وكنحاولوا نغطيو وما نحركوش. ولا كيبدا كيبان لينا انه بدا كيدخل في حاله الصدمه، كنبداو ايضا نعطيو داك المساعده اللي هي كتجنبو انه يزيد ايضا يدخل في هذه الحاله، ويوليو عنده حاله ديال الكسر وايضا حاله ديال ستاتو دي شوك. هادو هما لي دوماندي ديال هذا الدرس. غنشوفو ان شاء الله لي دوماندي والدرس اللي من بعد منه. اوكيالي دا فيستا ولينتي ا كونتاتو، النظارات او العدسات اللاصقه. دورانتي لا غويدا، وحنا كنسوقو السياره او الفيكول ديالنا، سي ديفنو اوزاري الاوكيالي دا فيستا او لينتي ل اكونتاتي، خصنا نستعملو النظارات او العدسات اللاصقه في حاله سيني لا باتينتي اي بريزينتي. الا كان عندنا لا باتينتي كي موجود فيه بير استيزو او سوتو فورما ديال كوديتشي ارمونيزاتو 01 طالي لوبليغو. الا كان عندنا في الباتينتي كيتواجد عندنا باننا حنا راه من النوع اللي كنعملوا النظارات، اولا كتكون من خلال واحد الكوديتشي اللي كيكون مكتوب عندنا في الباتينتي اللي هو 01. حنا الباتينتي ديالنا دائما اللور ديالو كيكون كيتواجد واحد النمره اللي هي كنا الكوديتشي 01. في حاله الا كان هذاك الانسان اللي كيسوق ولا صاحب هذاك الباتينتي من النوع اللي كيعمل النظارات، عنده النظر قليل مثلا، علاش كيحطوا هاد 01؟ باش الا عملوا لنا الكونترول ولقاو عندنا هاد الكوديتشي في الباتينتي وحنا كنسوقوا بلا ما نديروا النظارات اولا نثبتوا باننا حنا دايرين عدسات لاصقه، هنا كنكونوا كنخالفوا القانون وكناخذوا مولطه كتبدا من 70 اورو افولت، كيحيدوا لنا حتى 5 ديال النقاط.
اغلبيه كتكون هذه المساله كيكونوا بجوج، يعني كتكون عندنا واحد سانسيوني امينستراتيف اللي هي كنخلصوا 70 اورو، وايضا كيحيدوا لنا 5 ديال النقاط. قبل حنا ما نمشيو ندوزو للتيوريه، حتى كنحفظو كنوجدو كنقولو بغينا نمشيو ندوزو، كيطلبوا منا واحد لا فيزيت ديال العينين كنمشيو نديروها، ومن خلال هذيك لا فيزيت كيعرفوا واش حنا خصنا نديرو نظاظر اولا ما خصناش نديرو. وكي قلنا من خلال هذيك لا فيزيت راه كتدفع مع الدوسي ديالنا ملي كنبغيو نمشيو للموتوريزاسيون ندوزو، وكيفاش كيخرج لينا الباتينتي. الا كنا من النوع اللي كنديرو النظارات باش يخرج الباتينتي عندنا فيه 0 و 1، وحنا في هذه الحاله كنكونوا دائما مجبرين ان قبل ما ننطلقوا بالسياره ديالتنا ولا الفيكلو نديروا العدسات اللاصقه اولا نديروا اليوكيالي دافيستا. Non è vero che devono essere usate solamente se la miopia supera 6 diotrie. غير صحيح اننا نقولوا حنا راه ما كنبداوش نستعملوا اليوكيالي او لينتي ديالنا الا في حاله الا كان عندنا ميوبيا سوبر سايديوتري، الا الا كانت عندنا هذاك قصر النظر هو الميوبيا قصر النظر، بحيث ان كيبدا كيبان لينا ملي كنكونوا كنشوفوا كنشوفوا غير القريب، والبعيد كيبدا يبان لينا على شكل ضباب بحال مضبه. هنا غنديروا غير صحيح بان هاد المساله تتوصل عندنا السايديوتري هي باش كنقيسوا النظر، تتوصل عندنا الدرجه ديال قصر النظر 6، راه ممكن عندنا غير جوج غير 3 وخاصنا مجبرين اننا نديروا النظر. اذا هذا هو الدرس باختصار، غندوزو نشوف ان شاء الله الكويز ديالو. اول دوماندا دورانتي لا غويدا سي ديفونو اوزاري لي اوكيالي دا فيستا او لي لينتي ا كونتاتو سي نيلا باتينتي سي تروفا انديكاتو تالي لوبليغو. خلال السياقة خاص الإنسان يستعمل النظارات أو على العدسة اللاصقة إذا كان عندنا في الباتينتي، ولا كان عنده في الباتينتي كيتواجد هذا الالتزام اللي هو قلنا كيكون عبارة عن واحد الكود تشيت 0 و 1. هنا الدوماندا فيرو أي إنسان تعرض للكونترول ولقاو أن الباتينتي فيه الرقم ديال 0 و 1، قلنا كيكون في اللور ديال الباتينتي وهو كيسوق بلا نظارات أو لما تثبتش بأنه راه داير عدسات، هنا كيتعرض كي قلنا للمولطة، وأيضا النقاط كيتحيدوا ليه 5 نقاط. هنا الدوماندا فيرو دورانتي لا غويدا سي ديفونو وزاري لي اوكيالي دا فيستا او لي لينتي كونتاتو سي نيلا باتينتي استاتو انسيريتو إل كوديتشي أرمونيزاتو 0 و 1. الانسان خصو يكون كيسوق وكيستعمل النظارات اولا العدسات الا كان عنده في الباتينتي موضوع ليه واحد الكوديتشي اللي هو 0 و 1. هنا الدوماندا فيرو لان قلنا 0 و 1 كتعني بان هذاك الانسان صاحب هذاك الباتينتي عنده نقص في النظر وخصو ضروري يكون كيستعمل هي النظارات هي العدسات. هنا الدوماندا فيرو Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto sia nella patente figura per esteso o sotto forma di codice tale l'obbligo. Insan huwa kisoq el vehicle dialo khas yestamel nadarat aw el adasas ila kan fi el patente ando madkoura had el mesala min khilal wahed el codice li huwa kaytbet had el iltizam wa huwa annahu khassu ya'mel nadarat aw li ya'mel li lenti. Hna aydan domanda vero دوماندا تقولوا معندهم نفس المعنى، غير الكلمات كتختلف، ولكن بغيت نشرحهم كل كلمه اشنو كتبغي تقول. دورانتي لا غويدا سي ديفونو زاري لي اوكيالي دا فيستا او لي لينتي ا كونتاتو كواندو انديكاتو سولا باتينتي. انسان خلال السياقه خاصو يكون كيستعمل النظارات او العدسات الا كانت عنده هذه المساله كتواجد في الباتينتي اللي هي قلنا من خلال كوديتشي 0 و 1. دوماندا ايضا هنا فيرو. غنشوفوا دابا لي دوماندي لي فالسي. Durante la guida si deve fare uso di occhiali di vista o di lenti a contatto solo quando la miopia supera 6 diotrie. Il can insan che so khasu yestamel el nadarat aw la lenti faqat ila kant ando qasr el nadar daraja dialo wasil hatta 6 diotrie. Hna ghandiro fals lian ando nadar في شي خلل سواء ما كانش كيشوف القرب او لا ما كيشوف كيشوف في البعد. هنا راه هذه المساله كيشوفها الطبيب قبل ما تمشي نمشيو ندوزو لا تيوريا، وكي باش كتخرج لينا في الباتينتي كيكونوا حاطين 0 و 1. كويندي ماشي بالضروري حتى نوصلوا نفوتوا 6 ديال الدرجات اللي هما ديال ان النظر عندنا قصير. هنا غنديرو فالسو. دورانتي لا غويدا سي ديفيدو فاري uso di occhiali da vista o le lenti o di lenti a contatto da mezz'ora dopo la tramonto del sole e mezz'ora prima del suo sorgere. E noi dobbiamo usare le lenti durante la giornata
أولى العدسات نصف ساعة قبل شروق الشمس لغاية نصف ساعة قبل الغروب ديالها. هنا غنديرو فالسو. اللي عنده الكود تشيت 01 خاصو يستعمل النظارات خلال السياقة، سواء ساق في الصباح أو البوميريجو ولا في الليل، في جميع الحالات كيهز السيارة ديالتو أو الفيكول ديالتو خاصو يعمل نظارات عاد يتحرك من بلاصتو. هنا الطوماندا فالسو. Durante la guida si deve usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto soltanto in caso di scarsa visibilità. استعمال ديال النظارات او العدسات اللاصق خلال السياقه كتكون فقط في حاله الا كانت عندنا الرؤيه قليله. هنا غنديرو فالسو. اللي هو الباتنت ديالو كيتضمن الكود تشي 01 خاصو يدير النظارات في جميع الحالات. هنا الطوموندا فالسو. Durante la guida si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti contatto soltanto sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali. هنا ايضا فالسو. خلال السياقة خاص الانسان يستعمل النظارات او العدسات فقط ملي كيكون كيستعمل الطريق اللي هي من نوع الطريق السريع او الطريق اللي هي البرينشيبالي اللي هي قلنا الاوتوستراد راه كنوصلو حتى 130 كيلومتر في الساعة، والبرينشيبالي كنوصلو 110، بمعنى ان الطرقات او الطرقات اللي هي عندها سرعة عالية تما فين نستعملو النظارات ان فيتشي في الاكسترا اوربانا وفي التشنترو ابيتاتي ما نستعملوهاش. هنا غنديرو فالسو. اللي عنده مشكل وما كيشوفش مزيان وعنده الكود تشي 01 كيف قلنا في جميع الحالات في جميع الطرقان في الصباح في الليل في جميع الاوقات خاصو يستعمل النظارات قبل ما يتحرك من الطوموبيل او من الفيكول ديالو. دونيتا على غويدا اللياقه ولا القدره او واحد الامكانيه كتكون عند واحد الناس بحكم انهم كيكونوا كيستعملوا الطريق بزاف وعندهم باتنتي قديم مثلا وكيستعملوا مع الطريق بزاف فكيختاروا يكتسبوا واحد الخبره وبالتالي كتولي تكون عندهم واحد القدره على السياقه احسن من الناس اللي هي مبتدئه مثلا ولا عاد اللي بدات في السياقه. هاد النوع ديال الناس اللي هما كيتوفروا على هاد اللياقه وهاد الخبره هاد لا دونيتا ديالتهم في السياقه بويسري كومبروميسا سي كتقدر تولي تشكل واحد الخطر عليهم في حالات سي فاوزو ديال كوني فارماتشي سيداتيفي او انتي ديبريسيفي الا كانوا كيستعملوا بعض الادويه اللي هي مهدئه او مضاده للاكتئاب مثلا. هاد النوع ديال الادويه كيسبب النعاس كيخلي داك الانسان هادي اكثر من القياس. هنا كيولي الانسان الا هز السياره ديالته ولو انه عنده واحد الخبره وتعامل مع الطريق وعنده واحد التجربه كثيره مع الطريق بسبب هاد الادويه كيقدر هذيك القدره ديال السياقه واللياقه ديالته كتقدر تاثر وكتولي كتشكل عليه خطر لانه هو كيكون كيستعمل واحد الادويه اللي هي كتسبب ليه في هاد الحاله هذه. سيفا اوزو دي دروغي الا كان الانسان كيستعمل المخدرات اللوتشينوجيني الا كان كيستعمل المهلوسات انفيتاميني انفيتاميني هو واحد الادويه اللي كتكون مضاده للاكتئاب مثلا ولا مضاده للاعصاب بحال هاد المسائل هذه وهادو كلهم حشيش ماريجوانا كوكايينا اروينا يعني هاد المسائل كلهم لو المخدرات اولا المهدئات هما كيعطيو تقريبا واحد المفعول اللي هو كيخليو الانسان مهدن اكثر من القياس وكتولي حركته ثقيله وكيولي كيحس بالنعاس الى اخره. وهاد المسائل كلها غير محببه بالنسبه للناس اللي هما باغيين يشدوا الطريق مثلا. ايضا هاد لا دونيتا على غويدا كتقدر تولي تشكل خطوره اولا كيقدر الانسان يولي فيه خطر سي فاوزو بفاندي الكوليكي الا كان كيستعمل المشروبات الكحوليه. اي انسان كيستعمل مشروب كحولي ما خصوش يهز السياره ديالته. الكول بو كاوزاري اون ستاتو دي ايفوريا هنا الكول كيقدر كيتسبب لينا فواحد ستاتو دي ايفوريا بمعنى كيولي فواحد الحاله غير طبيعيه كيولي محاش بداك الشيء اللي في جنابه مثلا كونسيكوينتي كتكون متبوع هذه الحاله ديال ستاتو دي ايفوريا كيكون متبوع سوتو فاليتاسيون ديال بيريكولو كيكون كيتبعوا مباشره انه ما كيبقاش يقدر يشوف الخطر كيف هو خصو يشوف. دائما الخطر كيبدا يبان ليه مثلا صغير ما كيعطيش داك الحجم ديالو وهاد المساله هادي ملي كيولي كيبان ليه الخطر صغير قد ما هو كبير هو حيت على تحت تاثير الادويه او المخدرات كتبان ليه شي حاجه بسيطه كيتسبب ليه اومينتو دي تيمبو دي رياكسيون كيتسبب ليه في انك يولي عنده وقت رده الفعل كيتزاد اكثر
ردة الفعل قلنا هي ملي كيبان لنا واحد الخطر خصنا نتصرفوا باش اننا نوقف السياره ديالته. هو هذيك انه يوقف السياره كياخذ منه وقت اطول من الطبيعي، لانه تحت تاثير المخدرات او لا بعض الادويه ولا بعض المهدئات. راه لينتي ريفليكس ايضا كتسبب في انه رده الفعل ديالو او لا هو تصرفاته كتكون ثقيله، لان ما كياخذش القرار بواحد السرعه. السوناليتسا والنعاس دائما كيحس بالنوم. Non anche modificare pericolosamente la capacità e concentrazione e attenzione. وهاد العوامل كامله وهاد المسائل اللي هو قلنا كيتسبب في النعاس وكيتسبب في واحد الحال اللي كيولي واحد الانسان ستاتي ديفوري، بمعنى كيولي في واحد النشوه مثلا بسبب هذاك الدروغا ولا بهذاك الشيء اللي كيتعاطى، وكيولي كي التيمبو دي رياكسيوني كيولي عنده كيتزاد، يعني المسافه الاولى الوقت فاش كياخذ القرار كيتزاد. هادو كلهم عوامل كتخلي انه كتغير لينا بواحد الشكل بيريكولوزامين بواحد الشكل خطير لا كاباتشيتا اي كونتراكسيوني اي اتنسيون، القدره او لا الخبره ديال هذاك السياق اللي هو ساق شحال من عام، وايضا الانتباه ديالو، وايضا الكونتراكسيون انه كيكون مركز مع الطريق. هادو كلهم كيتاثروا بسبب المواد المخدره. كي غويدا ان ستاتو دي بريتسا الكوليكا، اللي كيسوق الفيكول ديالو وهو في حاله سكر، كون يعني شرب المخدر شرب الكحول. كونتراتسيوني دي الكول نيل سانغوي سوبيريوري ال ليميت ستابيليتو ريسكيا لاريستو، اللي هو كيسوق وهو في حاله سكر وكتكون النسبه ديال الكحول في الجسم ديالو كتفوت طبيعي اولا داكشي اللي محد اللي مسموح به، كيكون معرض انه لاريستو يعني كيقدر يمشي للسجن. نسبة الكحول اللي ممكن الى القهوة في الجسم ديال الانسان كيتعتبر ماشي في حالة السكر هي 0.5. الى كانت عنده هذه النسبة راه كيتعتبر ماشي في حالة السكر، ولكن الى لقاو كيفوت 0.5 يعني نسبة الكحول في الدم ديالو اكثر من 0.5 وكتقدر توصل حتى 0.8، هنا كيتعرض انه كيحيدوا ليه 10 ديال النقاط وكيديروا ليه سوسبنسيوني ما بين 3 حتى 6 اشهر. ان فيتشي الا هو فات اصلا هذيك 0.8 هنا كتولي حاجه واحده اخرى، لانه كيولي عنده السكر بشكل كبير، هنا كيحيدوا ليه البونتي ديالشي كيعطيوه مولطه 500 اورو والسسبنسيون سيميزي، وايضا هنا فين كيولي عنده الريسك ديال انه كيمشي للسجن. هادو بالنسبه للناس اللي هي طبيعيه اللي عندها البيرمي واحد المده. اما بالنسبه للنيو باتينتاتي شي غير كنقول لكم عندنا شفي هنا في الطرس، النيو باتينتاتي راه ممنوع منعا كليا تكون عنده شي نسبه ديال الكحول في الجسم ديالو، هذاك ممنوع منعا كليا سيغتو ملي كيكون عنده اقل من 21 سنه، لان بيرليجي ما خصوش هو يكون يكون في حاله السكر في هذاك السن هذاك. رجعوا للطرس ديالنا. اني تشيساريو كي تراسكورانو الكونيوري افينكي un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche. هنا الانسان ملي كيلقاو كمبالغ او عنده نسبه الكحول في الجسم ديالو اكثر من داك اللي محددين او اللي مسموح بها، هنا راه خصو كيحتاج واحد السويع اللي هي كتكون تقريبا حتى 7 سوايع باش انه يسترجع القدره ديالته وكيبدا الدم ديالو كيمشي منه هذاك التاثير ديال الكحول. كيابياسونت اللي هي كتكون ناجعه لانه كيشرب واحد الكوانتيتي اكسيسيفا واحد النسبه ديال الكحول مبالغ فيها، بمعنى كيكون في حاله سكر بمعنى الكلمه، باش انه غير يكوبيري لي دونيتا على كويد انه يقدر يرجع لحالته الطبيعيه باش انه يسوق، خاصو كيحتاج واحد السويع اللي هي كتكون تقريبا كي قلت لكم حتى 7 سوايع. سبيتشي سي اسونتو انكي دي فارماتشي، بالخصوص الا كان كيستعمل مع دوك الكحول ايضا بعض الانواع ديال المهدئات اللي هي كتكون سواء كان مريض او لا هو كان كيتعاطى لهاد المسائل هذه. هنا غادي نشوفوا البارتي اللي كيقولوا لنا المسائل اللي غير منصح بها خلال السياق. اسكونسيليابيلي، هنا اسكونسيليابيلي هي واحد المساله غير منصوح بها. ملي كنلقاو كونسيليابيلي واحد الحاجه كينصحونا اننا نديروها، ولكن ملي كيزيدوا لنا داك الحرف ديال الاس اللي كتولي سكونسيليابيلي اذا غير منصح بها ما خصناش نديروها. هنا غير منصح لينا نصوبو السياره كواندو سياون ستاتو موتيفو التيراتو، ملي كيكون واحد الانسان عنده الحاله العاطفيه ديالته ماشي سويه، يا كيكون في واحد المستوى ديال الغضب اولا كيكون في واحد الفرحه اللي هي كبيره، فبالتالي ما كيبقاش طبيعي وكتولي رده الفعل ديالو ثقيله. فهنا من هذا النوع ديال الناس اللي كتكون عندهم هذه الحاله غير منصح بهم انهم غير منصح لهم انهم يهزوا السياره ديالتهم.
È opportuno per il conducente che a causa segni di stanchezza inserire lì il wassaiq conducente in li kibdu yban ali l'arad del taab. Ash nkhassu yedir? Diminuire la velocità, inqas min s-sur'a e raggiungere la più vicina piazzola di sosta, o يحاول يوقف في اول piazzola di sosta باش يرتاح ريبوزار باش ياخد قسط من الراحة. Piazzola di sosta واحد المكان كيجي بجنب ديال لوتوروت او ديال لوتوستراد ولا بريشيبالي كيكون واحد المكان جانبي خارج منه تما كيبرك كيديروا الناس الراحة. بياتسولا دي سوستا ماشي هي بحد الاستراحة، هي مكان كتكون في الطريق ما فيه لا بار لا حتى شي حاجة وكيبركوا الناس كيرتاحوا فيه باش عادي يكملوا السياقة ديالته. فأي واحد يحس بتعب كيدخل ليه. Non è vero che bisogna avvicinarsi al veicolo che lo precedi della marcia. غير صحيح ان الانسان اللي حس بتعب يقرب اكثر للفيكلو اللي هو سابق في السير. هنا غير صحيح، لان ممكن هذاك الفيكلو اللي سابقنا هو يبان ليه خطر ويقدر يفراني بشكل مفاجئ وحنا كنكونوا قريب ليه بزاف، لان ملي كنقربوا ليه اذا حنا ما بقيناش محافظين على مسافه الامان. اذا الا هو وقف اذا حنا غندخلوا فيه من اللور. من الاشياء اللي غير منصح بها لاليمنتاسيون يكون تشيبي بيزانتي، اننا ناكلوا الاكل اللي هو كيكون بيزانتي في الدنيا كتير اتشيسيبو وكناكلو بشكل اكثر من الطبيعي او دي ديفيتشيلي دي ديجيتسيوني دي او لا واحد الاكل اللي هو صعيب انه يتهضم برو بروفوكاري اون ديمنسيوني ديال لاتنسيوني. كيقدر هذا النوع ديال التشيبو يتسبب لينا في نقصان الانتباه ديالنا يومين تدي تيمبي دي رياكسيون وكيتزاد عندنا الوقت ديال رد الفعل ديالنا الا بان لينا شي خطر. كويندي اذن اسكونسيلياتا بيركي ديفي غويداري. اذن هذه المسائل غير منصوح بها لاي انسان ناوي انه يهز السياره ولا الفيكو ديالو يشد شي طريق. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di alcuni farmaci sedativi. القدرة على السياقة كتولي كتشكل واحد الخطورة على هذاك السائق، يعني ما كتبقاش عنده هذيك اللياقة إلا كان كيستعمل بعض الأدوية اللي هي مهدئة من نوع المهدئات. هنا الضمان دافيرو كنهضروا على مهدئات، يعني الجسم كله كيرتاح وكيترخى وكيولي الإنسان كيحس بالنعاس. إذا هنا خطر علينا السوق في هذه الحالة. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di farmaci antidepressivi. انسان ملي كيكون سايق هذيك القدره ديال السياقه ولا اللياقه ديالته ولا الخبره ديالته في السياقه راه كتاثر وكتولي كتشكل عليه هذيك السياقه واحد الخطوره الا هو كان كيستعمل واحد الادويه اللي هي مضاده للاكتئاب. هنا مضاده للاكتئاب يعني مهدئات، والمهدئات كيخلي الجسم كله بحال ناعس وبالتالي لا رده الفعل ما كتبقى في وقتها، لا الانتباه كيبقى مزيان ولا التركيز، يعني كتاثر على السياقه بشكل كامل وبالتالي كتولي هذيك السياقه في حد ذاتها كتشكل خطر علينا ولا على الناس اللي كيستعملوا السياقه الطريق عفوا. La donita alla guida può essere compromessa se si fa uso di allucinogeni. يعني هنا القدرة على السياقة راه كتولي خطر بالنسبة للناس اللي هما كيستعملوا اللوتشينوجيني، يعني واحد النوع ديال المهدئات مثلا حتى هي كتسمى مهلوسات عفوا، مهلوسات اللي هي كتقدر تكون مواد مخدرة حبوب إلى آخره. هنا الطوماندا فيرو. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande alcoliche. أيضا domanda vero، لأن أي إنسان كيستعمل المشروبات الكحولية إذا راه الإنتباه ديالو ما كيبقاش طبيعي وبالتالي السياقة كتولي تشكل عليه خطر. هادو لي دوماندي فيري، غندوزو نشوفو إن شاء الله لي فالسي. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di caffè amaro. إلا كان الإنسان كيستعمل القهوة امارو، يعني تقدر تكون كاع ما فيهاش السكر، هنا راه كتشكل خطوره عليه في خلال السياقه. هنا الضمان ده غير صحيحه لورا فالسو. لي دونيتا لا غويدا بو اسيري كومبروميسا سي سي فاوزو دي بيفاندي غازاتي. الى الانسان كيستعمل المشروبات الغازيه راه كتكون كتاثر عليه على القدره ديال السياقه وبالتالي كتولي هذيك السياقه كتشكل عليه خطر. هنا ايضا الضمان ده فالسو، لان المشروبات الغازيه ما عندها حتى شي تاثير على السياقه. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso integratore di sali minerali. الإنسان اللي كيستعمل هذوك المكملات ديال الأملاح المعدنية راه غادي تأثر عليه على السياقة ديالو وبالتالي كنا كتولي كتشكل عليه خطر. هنا أيضا الضمان ده فالسو، لأن هاد المسائل كلهم ما كيأثرش لينا على الإنتباه ديالنا وعلى التركيز ديالنا وعلى وقت ردة الفعل، إذا هما واخا نشربوهم واخا نستعملوهم ما عندنا حتى شي مشكل وعندنا الحق نهزو السيارة ديالنا.
L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori alimentari, يعني الانسان اللي كياخد مكملات غذائيه فيتامين ولا شي حاجه من النوع اللي عادي ديال المكملات الغذائيه راه كتولي كتشكل عليه خطر في السياقه. هنا ايضا غنديرو فالسو بهذا الشكل. غنكونو كملنا الفيديو اللي حاولت نزرب في لي دوماندي، لان هادو من الدروس اللي بقاو خاص بقاو في الكابيتو ديال السكورسو بريمي سكورسو او لا الاسعافات الاوليه، وبغيت نحاول نجمعهم في هذا الفيديو، لان ان شاء الله من بعد غادي نبداو نخدمو في نورمي فاري والديفيتو. غنبدا نحط فيديو كو فيديو كل، لان هاد الدروس اللي حطيتهم دابا من خلال تقريبا هذا هو الفيديو الرابع كانوا طلبوا مني، لهذا حطيتهم مع بعضهم. نخليكم في امان الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.